بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالزملاء والضيوف في نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في هذا المنبر الحر الذي نتناول فيه كافة القضايا الوطنية والقومية ونستضيف كافة وجهات النظر. اليوم رايحين نتحدث في موضوع مهم جدا يتعلق في الحالة السياسية في الأردن. البعض يطلق عليها بأنها حالة جديدة، وهناك وجهات نظر مختلفة تدعي غير ذلك. على سبيل المثال، في عام 89 تم إطلاق الحالة الديمقراطية في الأردن، وتم انتخاب مجلس نواب، وتم الترخيص والسماح للأحزاب بالعمل. أنا ما بدي أرجع للخمسينات والستينات، أنا بدي أحكي من 89. في هذه الفترة تفاءل الشعب الأردني بأن تفعيل الحياة السياسية والنيابية قادم في الأردن. تفاجأنا أن ملف الإصلاح تأثر بالشروط الخارجية، وتم فرض قانون الصوت الواحد، كون معاهدة السلام كانت قد أتت، وبالتالي تم تجميد ملف الإصلاح وجاء الصوت الواحد. هذا قانون الصوت الواحد كافة مجالس النواب اللي انتخبت على أساسه لا تساوي درجة الصفر في العمل السياسي. دخلنا المملكة الرابعة في عام 2000، تفاءلنا نوعا ما، كان العشائريين البيروقراطيين كافة الأحزاب اليسارية والقومية تدفع باتجاه الديمقراطية. جاءتنا الليبرالية التي عطلت الديمقراطية في الأردن وأطلقت 250 قانون استثنائي حكومة أبو الراغب، وفرض قانون الخصخصة الذي تحول إلى أكبر عملية فساد في تاريخ الأردن. اليوم البعض يطرح أن هناك حالة جديدة، البعض يقول، وهذه وجهات نظر، أن الديمقراطية الأردنية ليست متحررة من شروط الخارج، والبعض الآخر يقول أن وصفات صندوق النقد الدولي اقترحت على الدول المديونة والمتعثرة اقتصاديا الديمقراطية الناقصة أو الديمقراطية الشكلية، وفيها يتم السماح للأحزاب وانتخابات مجالس النواب وفتح سقف الصوت، ولكن القرار السياسي والاقتصادي يبقى مرتبط في أيدي مجموعة معينة. هل الديمقراطية الأردنية الحالية مرتبطة في شروط الخارج؟ هل هي إجراء شكلي؟ وأنا كقانوني من وجهة نظري بعد التعديلات الدستورية أعتقد أن التعديلات الدستورية كانت تسهل أو تحفظ مصالح الحكم على حساب مصالح الدولة. كل هذه الأمور سنناقشها مع ضيفتنا النائبة السابقة والإعلامية والصحفية والناشطة السياسية الدكتورة رولا الحروب، وأعتقد أنها غنية عن التعريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية أنا برحب باسم الهيئة الإدارية والهيئة العامة لنادي خريجي الجامعة العراقية الدكتور والسياسي والنائب السابق أين كانت تشكل حقيقة على أعلام خارقة في مجلس النواب السابق على المستوى السياسي وتحليلاتها اللي كانت جاذبة، وكانوا ينتظرونها الناس شو كانت تتحدث الدكتور. حقيقة غنية عن التعريف. أنا باسم الحضور والضيوف والهيئة الإدارية ومرحبا فيك في نادي خريجي الجامعة العراقية. وأيضا
أيضا برحب في ابن العم الدكتور رياض الحروب ابن الحج التقي التقي أحد أعيان المنطقة في استقامته وورعه وجهده. وكان الدكتور حقيقة شكل يعني مثل أعلى في منطقتنا، وكان هو أول طبيب في المنطقة، وكان يشكل دافع وحماس للطلبة والأجيال اللي بعده بأنهم يكون في مستوى الدكتور أو على الأقل يعني يشعر في جهوده ويشعر في تعليمه. وكان هو أول طبيب وأول جزء سافر على اليونان هو وأخوته وأهله أسرة متميزة في منطقته وعلى منطقة في ليس يعني نوعا ما على الكلام، وكان وكل الجميع يشهدون. الدكتور جوز أول من تجرأ بعمر مبكر لخوض الانتخابات، وكاد أن يعني يصل لمجلس النواب لولا العثرات الصمت الواحد، وهو أول من تجرأ أيضا بالصحافة الحرة والجريئة اللي كانوا شعبنا جوز ينتظروا صدور هذه الصحف. فالدكتور رياض يعني حقيقة اسمحوا لي بأنه يعني رحب في أيضا الجديد وزوجته الدكتورة الرائعة والطيبة، ونتمنى أن هذه الأمسية تكون يعني أمسية فاعلة حتى نتحدث في هذا الموضوع. وكما طبعا سمحت لأبو المجالي تحديدا إذا تحدث الدكتورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير للجميع، وكل الشكر على هذه الاستضافة الطيبة وعلى الكلمات الطيبة والمقدمة الجميلة من أخونا الأستاذ عبد الله المجالي وأخونا الأستاذ عبد الوهاب الضلعين. وسعيدة بأنه نكون مع هذه النخبة المثقفة الطليعية في أمتنا، ولا شك أنه خريجي الجامعات العراقية كانوا حال، ويعني لولا للأسف النكبة التي تعرضت لها الأمة في عام 2003 باحتلال العراق وانهيار النظام الذي كان قائماً في ذلك الوقت، وتشتيت كل العقول والمواهب والإبداعات اللي كانت موجودة في العراق، ودفعته إلى خانة التناحر اللي هو فيها اليوم وتراجع في كل المجالات للأسف. وإلا لكان لهذه النخبة الطليعية بصراحة ممثلة في حزب البعث لربما كان لها شأن آخر. ولكن يعني اليوم نحن أمام تغيرات جديدة. تمام، تسمعين اللي وراء؟ صوت واصلكم؟ ممتاز. يعني اليوم بصراحة أنا لا أجد أهم من الموضوع اللي راح نحكي فيه، وكل الشكر لاختيار الموضوع. وأنا مقدرة ومتفهمة تماماً أننا قد نكون على يعني موقعين ربما يبدوان وكأنهم بعيدان على المتصل الإحصائي. يعني إحنا في حزب العمال مثلا، أنا حاليا أمين عام لحزب العمال، نحن نؤمن بأننا أمام فرصة تاريخية، ولكن وراح أشرح ليش إحنا نؤمن بأننا أمام فرصة تاريخية، وقد نكون مخطئين. وأنا أدرك تماما أنه الكثير من إخواننا في الأحزاب ذات الإيديولوجيات القديمة والعريقة مثل حزب البعث والحزب الشيوعي وما إلى ذلك لديهم وجهة نظر أخرى. اليوم بدنا نحاول مع بعضنا أن نقدم قراءة موضوعية بعيدة عن الانطباعات، ونحاول نستقرئ الحالة السياسية الراهنة بشكل واقعي. لا نستطيع أن نغوص في العمق وفي التفاصيل للكثير من الموانع بصراحة، يعني في ظل الزمن الذي نعيش فيه. فراح أحاول أني أقدم بس رؤوس أقلام، إشارات، واللبيب بالإشارة يفهم. ونحاول من خلال رؤوس الأقلام هذه، اللي أنا متأكدة أنها مش بحاجة لشرح بالنسبة لكم، مجرد ما نحكي جملة أو جملتين أعتقد راح ترتسم صورة مهمة في أذهانكم. وبدنا نحاول نوصل سويا إلى استنتاج مشترك
لأنه إذا وصلنا إلى هذه النتيجة المشتركة أو القناعة المشتركة ستخدم مجتمعنا وأمتنا بدرجة كبيرة. إذا بقينا يعني غير متفقين في التشخيص وفي الرؤى، مع الأسف سيضطر البعض إلى المضي وحيدين في طريق، في حين أنه لو كان هذا الطريق فيه أناس آخرون لما أصبح الطريق موحشاً ولا أصبح النتائج أكثر إيجابية. فاليوم عنواننا إحنا هو مستقبل الحياة السياسية في الأردن. صحيح استعرض أخونا عبدالله المجالي يعني ما يحق للمثقفين أنهم يبدو نوع من الإحباط تجاهه، أنه يا أخي هذه ليست المرة الأولى، إحنا كان في انفراجة ديمقراطية في 89 والناس تفاءلت وانتخب برلمان حر حقيقي، كانت المعارضة بتشكل نصف أعضاء تقريبا، وتفاءل الشعب الأردني وكان برلمان قوي وإلى آخره، ولكن استحقاقات إقليمية ودولية مثل معاهدة وادي عربة أدت إلى التراجع عن وعود الإصلاح، وللأسف جاء بقانون الصوت الواحد وإلى آخره وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. أنا مش راح أختلف مع هذه المقدمة، ولكن بدي أخذ هذه المقدمة وأبدأ بالجملة التالية. صحيح أن المستقبل هو وليد الحاضر والماضي، هذا حقيقي، وصحيح أنه اللي بده يقرأ المستقبل يجب أن يحسن قراءة الحاضر والماضي، ولكن في حياة الأمم والشعوب هنالك دائما لحظات تاريخية فارقة، هنالك دائما نقاط تحول، هنالك دائما مفترقات طرق. عندما تأتي هذه اللحظة الفارقة أو مفترق الطرق، يمكن لهذا الشعب ولهذه الأمة أن تأخذ مسارا مختلفا عن المسار الذي سلكته خلال 50 سنة من الزمن أو 100 سنة من الزمن. والسؤال اليوم، هل نحن أمام هذه اللحظة الفارقة؟ هل نحن أمام مفترق طرق في الحياة السياسية في الأردن وفي الإقليم وربما في العالم؟ خلينا قبل ما نجاوب بسرعة نلقي نظرة على المستويات الثلاث. المستوى المحلي أولاً وهو ما يعنينا، لأنه خلينا نحكي يشكل 70% من الثقل، ثم المستوى الإقليمي والمستوى الدولي والمستوى الاقتصادي أيضاً، لأن هحطه في هذا المشهد باعتباره عاملاً مهماً من عوامل التحول المنشود. محلياً لأول مرة في تاريخ الأردن يوضع في قانون الانتخاب نص صريح على قوائم حزبية لأول مرة منذ نشأة الإمارة ثم المملكة، ولأول مرة أيضاً يتعهد صانع القرار، ونحن دولة ملكية يعني شئنا أم أبينا هذه دولة ملكية، جلالة الملك هو رأس السلطات، رأس السلطة التنفيذية، شريك السلطة التشريعية، باسمه تصدر أحكام القضاء. لأول مرة يتعهد صانع القرار بأننا سنشهد بالتزامن مع المجلس القادم الذي يفترض أن يكون على الأقل نصف أعضاء حزبيين، لأنه إذا حسبنا نسبة 30% القوائم الحزبية زائد الدوائر المحلية سنصل إلى مشهد، لا سنصل إلى مشهد لا 50-60% حزبيين راح يكون. ولأول مرة يتم التعهد بجدول زمني من صانع القرار إنه المجلس القادم 30% قوائم حزبية على مستوى الوطن، المجلس اللي بعده 50%، المجلس اللي بعده 65% قوائم على مستوى الدائرة العامة، وهذا تعظيم للوحدة الوطنية والجوامع السياسية الفكرية على حساب الجوامع الإقليمية أو الديمغرافية أو غيره من العناصر. ولأول مرة أيضا يتعهد صانع القرار بأن المجلس القادم قد يشكل حكومة حزبية. كلمة حزبية لم ترد مطلقا في مفردات العمل السياسي، وأنا بطلب منكم العودة إلى جميع خطابات جلالة الملك السابق، حتى أيام الربيع العربي 2011 و2012 كان يتحدث عن حكومة برلمانية، ما عمره تحدث عن حكومة حزبية.
صحيح كان يحكي انه انا اتطلع الى تداول السلطه وانه يكون عندنا تيارات سياسيه، 3 إلى 5 تيارات سياسيه، هذا الكلام سمعناه كثيرا، ولكن لاول مره نحن امام قانون انتخاب ينص فيه صراحه على قوائم على مستوى الوطن وهي حزبيه ومغلقه ليست مفتوحه، يعني الحزب بده يرتبها داخليا ويتفاهم عليها، ولاول مره ايضا توضع ضمانات إضافية في قانون الأحزاب. صحيح كلنا في الأحزاب معترضين على بعض أبجديات القانون، صحيح باعتبارها تشكل عقبات أمام نشوء الأحزاب واستمرارها، ولكن الهدف كان من هذه العقبات أو من هذه الشروط هو الحد من عدد الأحزاب، لأنه كان في قراءة لدى عقل الدولة أن العدد الكبير من الأحزاب هو مضر، يعيق الحركة، الزحام يعيق الحركة، يعني أنا طبعاً لي وجهة نظر في هاي القصة ولكن لا بأس يعني. فوضعت صحيح شروط لم نرها دستورية، أنا شخصياً لا أراها دستورية، أنا أرى أنه من حق أي 10 يروح يشكل حزب بصراحة، إذا كنت تسألوني عن رأيي يعني، ولكن وضعت هذه الشروط من أجل تقليل عدد الأحزاب وصولاً إلى حالة جدية مختلفة في الانتخابات القادمة. ولأول مرة يوضع في هذا القانون قانون الأحزاب نص صريح. في القانون السابق اللي أقر في عهدنا في 2014 كان في نص يمنع التعرض للأشخاص بسبب العمل الحزبي، ولكن النص اللي وضع هذه المرة هو نص أفضل، نص أولا صراحة خص الشباب والعمل في الجامعات، وحكى يجب أن يفتح لهم العمل الحزبي في الجامعات وما يكون في أي مساءلات ولا أي عقوبات، والأهم حظر التعرض لأي مواطن أو مساءلته بسبب انتمائه الحزبي، وقرن هذا الفعل أو هذا الانتهاك بعقوبة، عقوبة مالية وبحبس. إذن أنا من وجهة نظري، وجهة نظرنا في حزب العمال، نحن نرى أن هنالك جدية في مسألة التحول نحو حياة حزبية. طبعا هذه الجدية في بعض المعيقات كثيرة ستواجهها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، راح نحكي فيها. في المقابل البعض ينظر إلى تعديلات الدستور باعتبارها سلبية، أنا كنت واحدة من الناس اللي اعترضت على تعديلات الدستور عندما كانت مسودة، عندما كانت مشروعا قبل أن تتحول إلى أمر الواقع وتصبح دستورا، اعترضت على أن بعض هذه التعديلات تحد من صلاحيات مجلس النواب، بعضها تحد من صلاحيات الحكومة، ولكن بعدما سرت هذه التعديلات بدأت أنظر إلى الجانب الإيجابي من المشهد. شو هو الجانب الإيجابي؟ اللي خلى جلالة الملك يطرح هذه التعديلات من خلال طبعاً اللجنة، لجنة التحديث السياسي ثم البرلمان، طبعاً أقرت التعديلات حسب مجراها الدستوري، يؤكد أنه جاد فعلاً في التحول نحو حكومات حزبية. ليش؟ لأنه الملفات الخطرة التي يخشى منها أي نظام سياسي في العالم الثالث، وإحنا بالنهاية يعني بدناش نضحك على أنفسنا، يعني جزء من منظومة سياسية فكرية اجتماعية قيمية اقتصادية، فأي نظام في هذه المنطقة هنالك ملفات يخشى منها، يخشى من أن يتركها بيد أحزاب، خصوصاً أن بعض الأحزاب هو لا يعتبرها صديقة، بعض الأحزاب يصفها بأنها تحمل أجندات، بعض الأحزاب يصفها بأنها تتلقى دعماً خارجياً. فبالتالي إذا بده يكون في جدية في التحول نحو حياة حزبية كان لابد له أن يؤمن الملفات الخطرة ويضعها في يده، وهذا ما فعلته تعديلات الدستور. بالفعل ملفات الدفاع، السياسة الخارجية والأمن الداخلي كلها أصبحت بيد جلالة الملك. طيب إذن أنا أعتقد أن الجانب الإيجابي في كل هذا المشهد أن هنالك نية حقيقية بالتحول نحو أحزاب تدخل البرلمان وتشكل حكومات وتعيد بالتالي السلطة، على الأقل إن لم تكن 100% من السلطة، ولكن خلينا نحكي 80% من السلطة إلى الشعب، يكون قادراً على إنه هو يقرر في الأمور اللي بتهم جوانب حياته ومعيشته وصحته وتعليمه
تعليمه واقتصاده وسياساته وتشريعاته وما إلى ذلك. طيب، هل هناك معيقات داخلية أمام هذا المشهد؟ نعم، نعم هناك معيقات داخلية أمام هذا المشهد. في عندنا معيقين كبار، ولسه مش راح نحكي عن المشهد الإقليمي والدولي، لسه هذا بعد آخر. خلينا لسه في القراءة المحلية. القراءة المحلية، نحن أمام منظومة تشريعية جديدة، رؤية جديدة، أو يعني رؤية قدر لها أن تصبح أو تعطي فرصة للأحزاب بالتحول نحو عمل حقيقي، وفرصة حقيقية بأنهم يكونوا جزء من صنع القرار في الدولة. ولكن جاءت هذه الفرصة في لحظة زمنية الشعب فيها منهك، تعبان، تعبان اقتصاديا، محبط سياسيا، محبط من كل الظروف. القضية نعم بالضبط، قلق على مستقبلنا، على مستقبل الأردن ومصيره، مستقبل القضية الفلسطينية ومصيرها، مستقبل الإقليم الممزق المفتت اللي يعني تنازع أهله. كنا بنحلم قبل 20 سنة بنحكي عن تكامل عربي اقتصادي اجتماعي سياسي، اليوم صرنا نحلم بتكامل على مستوى الدولة الوحدة، مش على مستوى الإقليم، مش على مستوى جامعة الدول العربية. فللأسف كل الأحلام الكبيرة اللي كنا نحملها في السابق كدعاء للقومية العربية وللوحدة العربية، ونحن جميعا قوميون بالمناسبة، الشعب الأردني عن بكرة أبيه قومي. ورسالة الثورة العربية الكبرى عندما جاءت إلى الأردن لم يكن هذا من فراغ، لم يكن من عبث، لأنه مشاعر الناس في ذلك الوقت كانت قومية وما زالت قومية وستبقى قومية. إحنا في الأردن أكثر ناس نحلم بالوحدة العربية وأكثر ناس نرحب بالوحدة العربية، ولكن مع الأسف اليوم إحنا وصلنا في مكان آخر. عموما فاليوم عندنا مشكلتين رئيسيتين في التقاط ما أعتقد أنه نافذة فرصة فتح. المشكلة الأولى هي الشعب. الشعب زي ما حكينا أرهق اقتصاديا جراء سياسات فاشلة لحكومات تأتي بدون سبب وترحل بدون سبب، تأتي بدون خطة وبدون برنامج، لأنها ليست حكومات سياسية، ليست حكومات حزبية ببساطة، هي حكومات موظفين يتم انتقائها على طريقة والله أنا بعرف فلان خلينا نجربه، وفلان بيجيب فلان وبيجيب فلان يعني. فوصلنا للأسف الشديد يعني من سيء إلى أسوأ. صارت المشكلة اليوم على صعيد الموازنة العامة والموازنة الخاصة للأفراد. موازنتنا العامة تشكو من الدين العالي ومن العجز، وموازنتنا الفردية على صعيد الأسرة الواحدة وحتى الفرد الواحد كمان تشكو من العجز ومن المديونين مع الأسف. فاليوم أمامنا مواطن تعبان، مواطن أرهق، استهلكت قواه وطاقته، وما عاد عنده استعداد يسمع لا حكي عن سياسة ولا حكي عن برلمان ولا حكي عن أحزاب، مع يعني قلق المعيشي أكبر بكثير من أنه يوفر مساحة من ذهنه للتفاعل مع الحالة السياسية الجديدة. زائد أنه فوق هذا القلق المعيشي الإحباطات الشنيعة اللي بنعيشها في هذه المنطقة، اللي عم بصير في مسار القضية الفلسطينية، اللي عم بصير في مصر، اللي عم بصير في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن إلى آخره. فمواطننا بصراحة فقد الثقة في كل شيء، فقد الثقة في مؤسساته، حتى المؤسسات المنتخبة في مؤسسة البرلمان، فقد الثقة في قياداته مع الأسف الشديد، وبالتالي هو غير جاهز اليوم لاحتضان هذه الرسالة، غير جاهز اليوم لاحتضان الفرصة. المشكلة الثانية هي قوى الحكم التقليدي. نحن أمام دولة عميقة، الأردن دولة عميقة، مش دولة مثل ما يقال عنها عناش نحكي في السواليف. نحن أمام دولة عميقة فيها قوى متنفذة تقليديا ممتدة ضاربة بجذورها عموديا وأفقيا، وهذه القوى التقليدية هي لا ترغب بأن تشهد تحولا ديمقراطيا إطلاقا، وهي كانت طول عمرها من أهم معيقات التحول الديمقراطي. حتى عندما توفرت
فرص أخرى في لحظات سابقة من الزمن من أجل إنجاز تحول ديمقراطي، هذه القوى كانت تشتغل على النقيض للحيلولة دون التحول الديمقراطي. هذه القوى اليوم انقسمت قسمين، جزء منها أدرك بأن الإقليم كله مش بس الأردن رايح نحو ديمقراطية، وراح أحكي في البعد الإقليمي. اللي أدرك أنه الإقليم كله رايح نحو ديمقراطية مش بس الأردن بما في ذلك دول الخليج، ركض بسرعة وأنتج أحزابا ليركب الموجة الجديدة، ليلعب وفق قواعد اللعبة الجديدة، أو ليعيد إنتاج نفسه ضمن الشعارات الجديدة. الجزء الثاني اللي ما التحق بهذه الأحزاب، لا، هو ما زال يراهن على إفشال هذه اللحظة، ويراهن على أن الشعب لن يحتضن الفرصة، ويراهن على أن النصف الثاني من تلك القوى سيعمل على إفشال التجربة إن هو وصل إلى مواقع القرار، وبالتالي نفقد حتى هذه الفرصة الأخيرة أو هذه الورقة الأخيرة وتصبح فاشلة وتحترق على ساحة الملعب السياسي، لأنه إحنا بس الأحزاب اللي ما جربناها حتى لحظة في الحكم، كل شيء ثاني جربناه. فإذا كمان جربنا الأحزاب اللي هتتشكل بكرة وتوصل للبرلمان من نفس القوى من غيرها وفشلت في تقديم حلول للشعب، معناته إحنا فقدنا آخر ورقة في إيدينا من أجل إنتاج حالة سياسية ديمقراطية محترمة تعيد للشعب بعض الثقة بمؤسساته وقيادته. فإذا إحنا اليوم في معضلة داخلية، طبعا لسه بدي أحكي عن المعضلة الاقتصادية، أنا بدي أحطها لحالة هيك، عامل لحاله وبعد لحاله، لأنها تلعب دورا كبيرا في إحباط أو تحفيز التحول الديمقراطي. إذا محليا إحنا أمام شعب وقوى متنفذة ليست مرحبة بإحداث تحول حقيقي. في المقابل على الصعيد الإقليمي، إقليميا تجربتنا مع الدول المؤثرة في الإقليم أنها لم تكن ترغب برؤية ديمقراطية في الأردن، سواء كانت دولا صديقة وحليفة وشقيقة أو كانت دولا عدوة. ولكن اليوم هذه الدول نفسها تشهد تحولات عميقة وجذرية. الآن التحولات اللي عندها صحيح هي تحولات اجتماعية، تبدأ بتحولات اجتماعية قيمية فكرية، ولكنها على المدى المتوسط والبعيد سرعان ما ستتحول إلى تحولات سياسية، وسيكون هنالك مطالب ديمقراطية واستحقاقات ديمقراطية. ولو نظرتم إلى دول الخليج العربي على سبيل المثال، ما عدا الخليج كلهم على فكرة عندهم ديمقراطية، في المغرب العربي كله ديمقراطي، موريتانيا، تونس، المغرب، الجزائر إلى آخره كذا، حتى السودان كانت ديمقراطية، واليوم طبعا في معاناة، في طبعا في معاناة كبيرة في ظل التحول الكبير اللي بيحصل هناك. ولكن حتى في دول الخليج العربي لو لاحظتم أصبح للدول التي لم تكن تملك برلمانات أجساما تشبه البرلمانات، صار عندهم مجالس شورى، صحيح في هذه اللحظة هي معينة، ولكن بعد 5 سنين لن تكون معينة. إذن على الصعيد الإقليمي هنالك حركة، هنالك تحولات مجتمعية فكرية تسببت فيها ثورة الاتصالات والمعلومات التي لا يمكن مواجهتها ولا وقف مدها ولا التعامل معها على طريقة غطيني يا صفية وصوتي وأخبي حالي وأدفن راسي مثل النعامة في الرمل وأفكر أنا لما أسكر على التيك توك وأسكر على مش عارفة مين وأسكر على كذا معناته أنا نجوت. لا لا، هذه طريقة يعني غير رشيدة في التعامل مع ثورة المعلومات. ثورة المعلومات بدك تستفيد منها وتوظفها، مش تقف في مواجهتها وتمنعها وتقمعها. فإذا اليوم على الصعيد الإقليمي أنا أرى بأن هنالك تحولات كبيرة ستحصل ليصبح الإقليم في نهايتها يمكن خلال 20 سنة من الزمن أو أقل بحسب سرعة هذه التحولات والعوامل الذاتية والعوامل الموضوعية، أرى أننا سنكون أمام إقليم إلى حد ما متجانس في نظم الحكم، متجانس في إيش؟ حتى لو كانت ملكية
وجمهوريات، ولكن متجانس في وجود أحزاب وديمقراطيات وبرلمانات، هذه البرلمانات تشكل حكومات وتحكم. إذن المشهد الإقليمي من وجهة نظري اليوم هو عامل مساعد، مش عامل ضاغط كما كان في السابق. دولياً المشهد شوية غائم. اليوم إحنا في أتون حرب عالمية ثالثة، حتى وإن لم نسميها الحرب العالمية الثالثة. نحن نشهد أيضاً تحولات كبيرة وعميقة على صعيد السياسة الدولية، وحرب روسيا وأوكرانيا هي واحدة من هذه المحطات الفارقة في صناعة المشهد الدولي القادم، وستكون عاملاً حاسماً في إما سقوط القوى القديمة وصعود قوى جديدة، أو استمرارية القوى القديمة ولكن بشكل أضعف مما كانت عليه وصعود قوى جديدة. القوى الجديدة قادمة قادمة، ولكن السؤال هو هل ستصعد على حساب القوى القديمة وتنهيها، أم سيجلسون مع بعضهم على الطاولة كشركاء وعلى قدم المساواة وعلى نفس الارتفاع والطول والقوة والتأثير والهيمنة. يعني هذه المسألة من المبكر الحكم عليها، ولكن هذه السنة ربما تعطينا بعض المؤشرات. الآن هذا المشهد الدولي الذي تحدث فيه سلسلة من التحولات العميقة أيضاً سيلقي بظلاله علينا في الأردن وفلسطين. شئنا أم أبينا الأردن وفلسطين توأمان ملتصقان لا يمكن فصلهما جراحياً. ما يحدث في فلسطين يؤثر على الأردن، وما يحدث في الأردن يؤثر على فلسطين، ومن يريد الخير لفلسطين عليه أن يريد الخير للأردن، ومن يريد الخير للأردن عليه أن يريد الخير لفلسطين. فاليوم معادلة القوة الدولية مع الأسف ليست في صالح الصراع العربي الإسرائيلي، ليست في صالح المستقبل الفلسطيني، ليست في صالح قيام دولة مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الوطني الفلسطيني، ولا حتى على حدود 67، ولا حل دولتين مطلقا. المعادلة الحالية لا تسمح بذلك، ولكن المشهد الجديد الذي ربما يتشكل بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ربما ينتج تحولا في هذه المعادلات. فإن حدث هذا التحول سيكون انعكاسه إيجابيا علينا في الداخل الأوروبي. أما إن فشل هذا التحول بغض النظر عن مشاعرنا وعواطفنا تجاه القوى التي تلعب في هذا المشهد، وبغض النظر عن المبادئ والأخلاقيات، أنا شخصياً عندي موقف، ولكن إحنا بنحاول نفهم كيف سنتأثر بالقوى الجديدة وبالمشهد الجديد وبمعادلات القوى الجديدة. طيب، العامل الرابع هو العامل الأهم من وجهة نظري، وهو المستوى الاقتصادي. اليوم الاقتصاد يقود السياسة، كان دائماً هذا صراع وجدل كبير، كل كتب اللي تألفت في الموضوع من يقود الثاني، السياسة تقود الاقتصاد ولا الاقتصاد يقود السياسة. الحقيقة أنها دائماً وأبداً وستبقى إلى آخر الزمان أن الاقتصاد هو من يقود السياسة. يعني بيجي لحظات الناس بتتحمس وبتحكي لك السياسي الاقتصاد، المال هو من يقود كل الحراك على صعيد كل المستويات. اليوم للأسف إحنا في الأردن خارج معادلات الاقتصاد كليا. إذا جينا على العالم، العالم اليوم بتناحر ما بين الطاقة الأحفورية التي يحاول أن يبقي عليها أقطاب النفط والغاز وما إلى ذلك، والطاقة البديلة التي تحاول أن تتحول إليها أوروبا وغيرها من الدول التي لا تملك نعمة الغاز والنفط وهذه الثروة الأحفورية. السعودية مثلا لو ضربنا بها مثال كلاعب مهم في هذا الإقليم، بصراحة هي تحسن استخدام هذه الورقة بشكل ممتاز. في المقابل
نحن في الأردن مع الأسف يعني لا اتجهنا باتجاه احتضان الطاقة الأحفورية باستخراج ثرواتنا التي ندرك احنا يمكن 70% من الشعب متفق انه في نفط وفي غاز وفي، فلا اخذنا خطوات جدية حقيقية باتجاه التنقيب عن هذه الثروات، ولا اخذنا خطوات على النقيض بالتحول نحو الطاقة البديلة، ونحن بلد لدينا كل المؤهلات للتحول نحو الطاقة الشمسية او التنمية. تمام، فلا رحنا مع جماعة الطاقة البديلة ولا رحنا مع جماعة الطاقة الأحفورية، وبقينا قاعدين بالنص ننتظر المصائب التي تحل بنا جراء تقلبات الأسعار وجراء الحرب والصراع ما بين القوتين. أوروبا أخذت قرار بأنه 2035 لن يكون هناك سيارة واحدة تتحرك في شوارعها بالبنزين أو الديزل، بمعنى أن الإقبال على سوق النفط والغاز وغيرها من المشتقات قيمتها انخفاضا كبيرا. ما نمتلك فيها قرارنا السيادي للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن حيكون صار سعر النفط والغاز مش حرزان ونطلع من تحت الأرض. فاليوم العامل الاقتصادي هو العامل الضاغط، اليوم الأردن تحديدا، مش بس الأردن، الأردن منظومة العالم الثالث كلها والدول النامية. طبعا هم ما بيضحكوا علينا بسمونا الدول النامية عشان ما يحزنونا على حالنا كثير، ما يحكوا الدول المتخلفة ولا الدول. فهذه المنظومة للأسف اليوم إذا ما وجدت طريقا لها من أجل اقتصاد معتمد على الذات، فسنبقى دوما مطحونين بين الفرسان الذين يجلسون على المائدة المستديرة للملك آرثر ويتقاسم المناصب والمكاسب والمواقع والثروات والموارد في العالم، ونحن نبقى ضحية تلك التقاسمات والمحاصصات حتى في المشهد الدولي الجديد. فاليوم إحنا فرصتنا الوحيدة في الأردن وفي دول هذه المنطقة عشان نتحول لاقتصاد منتج، اقتصاد معتمد على الذات، نعيد فيه الاعتبار للزراعة والصناعة ولتكنولوجيا المعلومات وما إلى ذلك، كل هذه المجالات والذكاء الاصطناعي وكل هذه المجالات المهمة. ما في أمامنا إلا فرصة وحيدة، أحزاب حقيقية ديمقراطية لديها رؤى، لديها استراتيجيات، لديها برامج، لديها خطط، وهذه الأحزاب بدها تلعب ضمن مفردات الأمن الواقع، لأنه كمان كل شيء في الحياة له محددات يا جماعة. من الجيد أن نحلم، يجب أن نحلم، يجب أن نحلم، لأنه بدون حلم ما في طموح، بدون طموح ما في تغيير للواقع. ولكن لما بدي أحط خطة عشان أحول حلمي إلى أمر واقع، بدي أراعي في هذه الخطة كل المتغيرات وكل الحقائق وكل الوقائع عشان أتمكن من تحقيق أهدافي تدريجيا، وبدي أتكيف مع بعض العوامل وأقبلها حتى لو كان القبول تكتيكيا من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف النهائي. أما الصراع مع الواقع ومحاولة تغييره جذريا هذا مهم، ولكن هل ينجح؟ هل يمكن أن ينجح في بلد مثل الأردن تحديدا؟ ربما ينجح في مكان آخر، في فرنسا نجح، فرنسا تحولت من ملكية رأسمالية طبقية إلى نظام جمهوري في عدالة اجتماعية، وتدريجيا تحولت إلى اشتراكية وما إلى ذلك. نجح هذا النموذج في فرنسا، ولكن فرنسا لم تكن تعاني من تدخلات قوى عظمى تلعب بساحتها الداخلية وبالساحة الخارجية وتحاول أن تمنع استقلالها وسيادتها الحقيقية وتعين لها من يأتون في المواقع الرسمية وغير الرسمية. فإحنا كمان بدنا نحاول يعني أن نحسن قراءة الواقع وأن نضع أهدافاً قابلة للتحقق تحسن حياتنا ولو بنسبة 50%، لأنه البديل إن لم نقتنص هذه الفرصة وإن بقينا في خانة التشاؤم وفي خانة اليأس، لا يراد لنا ديمقراطية، لا يراد لنا تقدم، لا يراد لنا إنتاجية ولا اعتماد على الذات،
إن بقينا نراوح في هذه النقطة سنتدهور من سيء إلى أسوأ، وهو ما حل بنا خلال الأعوام الأخيرة. إحنا كل حكومة بتيجي بترجعنا لورا 10 خطوات. للأسف أصبحت استراتيجية عندنا المساعدات. تسول الدولي. للأسف. فيعني بديش أطول أكثر من هيك، أنا حابة نسمع الأسئلة ونتفاعل معها. أنا شخصياً كشخص وكأمين عام لحزب العمال أعتقد أن الكرة اليوم في ملعبنا، بالرغم من كل الواقع السيء، وبالرغم من كل الماضي السيء، وبالرغم من كل الإحباطات، وبالرغم من كل المؤامرات الدولية التي كانت وما زالت وستبقى، لأنه إحنا منطقة مطموع فيها شئنا أم أبينا، فيها موارد بشرية، فيها موارد طبيعية، فيها موقع استراتيجي يجمع بين قارات العالم، فيها ممرات مائية، فيها سنبقى دائما مطمعا بكل القوى الكبرى. ولكن اليوم في عنا فرصة إنه الشعب يفرز من بين أعضائه، من بين أفراده، أحزابا حقيقية، وهذه الأحزاب توصل للبرلمان وتشكل حكومة وتبدأ في صناعة التحول التدريجي. ما بنحكي عن تحول فجائي، لأنه صعب في اللحظة الراهنة، صعب في ظروف الأردن التي وجد فيها خلال هالمئة سنة السابقة من عمر الزمن. وبالتالي الحديث المنطقي هو عن كيف نحسن أوضاعنا تدريجيا لنصل إلى حلمنا المشترك، دولة مستقلة حقيقة ذات سيادة حقيقة على قرارها الاقتصادي والاجتماعي والقيمي والسياسي والأخلاقي. وبعد ذلك ربما يسعفنا وجود دول أخرى في المنطقة العربية تكون قد تمكنت من تحقيق نفس المهمات اللي احنا موجودين فيها اليوم، وعندها يمكننا أن نتحدث عن وحدة عربية على الأقل على صعيد التكامل الاقتصادي. شكراً لحسن استماعكم، وبهمنا نسمع المداخلات. شكراً للدكتورة على هذه المعلومات القيمة الحقيقة.